أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين والمتابعين. خطر قادم وثلاث أيام ظلام تشهدها الأرض، هذا الخبر الذي جاء في جريدة الوطن وبعض المواقع العالمية. الخبر جاي بتاريخ اليوم الحد 15 سبتمبر 2024، والعالم يا جماعة يشهد في هذا العام عام 24 أعتقد كل شيء نتوقعه، التطرف المناخي وغلاء الأسعار والحروب والكوارث الطبيعية والزلازل والأعاصير والأمطار. وده يخلينا دايما نقول اللهم نستودعك الأرض ومن عليها من أبرياء، لأن الأبرياء اللي بتدفع الثمن، وقول أمين. اوعى تخلي كبريائك وشطانك يمنعك انك تكتب اربع حروف وتقول امين. قول دايما اللهم ارحمنا من القادم. ما تخليش ايديك تقف انك تكتب اربع حروف قول امين. الالتجاء الى الله اصبح حتمي في هذا العام. احنا مش عارفين بعد كام يوم، بعد كام شهر، ايه اللي هيحصل من تطرف المناخ أو من الحروب التي تهدد العالم. العالم كله على أركان الحروب الآن. خلينا نشوف الخبر اللي معانا بيقول إيه. ودايما يا جماعة أفكركم، انشر الخبر، شير الخبر، شارك الخبر علشان تفيد الآخرين، وعشان تجعل الآخرين تتعظ، وعشان تخلي الناس حتى تقول اللهم ارحمنا من القادم ويقولوا أمين، عايزين مليون أمين. فأنشر وشير وشارك الخبر الآن. كمان يا جماعة ما تنسوش علشان يوصلك كل جديد في هذه القناة، ياريت تشترك في القناة الآن. هتدوس على الزرار تحت الفيديو المكتوب عليه اشتراك، سيصلك كل جديد في كل ساعة وكل لحظة على مدار 24 ساعة. وادعم فريق القناة بعمل الإعجاب واللايك حتى نستطيع أن نستمر. ونقول تاني اللهم ارحمنا من القادم، اكتبوا أمين. هنشوف دلوقتي الخبر اللي معانا بيقول إيه. والخبر موجود في جريدة الوطن، قلنا بتاريخ ده كان جاي السبت الساعة 9 بالليل، 9:15 مساء، السبت 14 سبتمبر أو 14/9/2024، وإحنا النهاردة يوم الحد 15/9. بيقولوا عالم تخاطر برازيلي يحذر من خطر قادم، ثلاث أيام ظلام تشهدها الأرض، وربنا يستر وربنا يرحمنا. طبعا يا جماعة قبل ما نبدأ ونقرأ الخبر، احنا دايما بنقول ان العلم عند الله وحده فقط، الله هو الاعلى والاعلم بكل شيء، ولكن كل ما يأتي في الجرائد ووكالات الانباء احنا بنقرأه ونشوف عايزين نقول ايه، بيقولوا ايه، ناخد منه المفيد ونشيل من دماغنا الغير مفيد. فيمكن يكون تسريبات مخابراتية، تسريبات من اجهزة معينة بتنزل هذه الأخبار على لسان بعض المتنبئين، فخلينا نسمع ونشوف إيه اللي عايزين يقولوه. هنا بيقولك جدل واسع أثاره عالم التخاطر البرازيلي سالومي، وإحنا اتكلمنا قبل كده عن هذا الرجل المعروف باسم نوستراداموس الحي، لأن طبعاً إحنا عارفين نوستراداموس اللي هو اللي مات من سنين كتيرة واللي عنده توقعات وتنبؤات أيضاً كتيرة، ولكن دايماً نقول كذب المنجمون ولو صدقوا، أو كذب المنجمون ولو صدفوا، أو بقى بيبعت لنا رسائل عن طريق أجهزة معينة. بيقول لك إن أثار الجدل بتنبؤاته المتعلقة بمستقبل كوكب الأرض، إذ بعد
أن ادعى تحقق 4 من تنبؤاته خلال الأعوام القليلة الماضية، يحذر الآن من كارثة وشيكة تتمثل في اقتراب كويكب ضخم من الأرض، بالإضافة إلى تهديدات متزايدة بسبب التطورات التكنولوجية في مجال الأسلحة. فماذا قال؟ خلي بالكم موضوع الكويكب الضخم، كمان ناسا حذرت منه أن هناك كويكب ضخم كبير غير الصغير اللي وقع من أسبوع، ولكن ده كويكب كبير وممكن أن يؤدي إلى دمار في الأرض ودمار في بعض المناطق. هنا تحذير من خطر قادم وفقا لما أوضحه سالومي وذكرته وكالة ناسا الأمريكية. فمن المتوقع أن يمر كويكب ضخم يبلغ طوله 1575 قدما بالقرب من الأرض يوم الثلاثاء المقبل بسرعة هائلة، وعلى الرغم من أن المسافة بين الكويكب والأرض تعتبر كبيرة وفقا للمعايير الكونية، فإن عالم التخاطر البرازيلي يؤكد خطورة هذا الحدث مدعيا أنه تنبأ به مسبقا. وإلى جانب تهديد الكويكب، يحذر سالومي من تطور أسلحة النبضات الكهرومغناطيسية وزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، ما قد يؤدي إلى انقطاعات واسعة النطاق في الخدمات الأساسية وتشويش الحياة اليومية، مدعيا أن هذه التطورات قد تتسبب في 3 أيام من الظلام قبل نهاية العام الحالي، قبل نهاية العام الحالي حسب موقع صحيفة مترو. ولطالما أثار توقعات سالومي الجدل والفضول، فبالإضافة إلى تنبؤه بقرب الكويكب الضخم من الأرض، يدعي أنه سبق لها التنبؤ بجائحة كورونا واستحواذ إيلون ماسك على منصة تويتر ووفاة الملكة إليزابيث الثانية، بالإضافة إلى انقطاع خدمة مايكروسوفت التي أثرت على السفر والطيران. وردود فعل واسعة، وإن الناس بتقول فعلا إن ممكن يكون الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا أو أسلحة النبضات الكهرومغناطيسية تؤثر على كوكب الأرض، وإحنا فعلا شايفين إن في تغيرات في كوكب الأرض، تغيرات في الدرع المغناطيسي الحامي للأرض، تغيرات في المناخ، وربنا يسترها ويرحمها ويرحمنا، قولوا أمين. ودايما نقول يا جماعة إن العلم عند الله فقط، الله هو الأعلى والأعلم بكل شيء، ولكن خلينا نسمع إن كانت هذه تسريبات أو كان شيء هيجي بيجيبوه على لسان هؤلاء الأشخاص. شكرا لحضراتكم، وطبعا يا جماعة اوعوا تنسوا أبدا عمل الاشتراك في القناة، نشر الفيديو ومشاركته مع الجميع والإعجاب واللايك، ودايما نقول اللهم ارحمنا من القادم، ياريت تقولوا أمين. شكرا حضراتكم، وكان معكم فادي فكري، وإلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام، ختام على الجميع.